دكتور كمال درويش فاجئنا بحاجة في رأي أشار فيه إلى صفقة انتقال حسام حسن وإبراهيم حسن للأهلي مطلع الألفية، والحقيقة ذكر واقع نسبها للكابتن صالح سليم. أما وإن الكابتن صالح سليم توفاه الله، فأعتقد حق رد الغيبة مهم. نسمع الدكتور كمال ويعلق المهندس عدلي. انتقال كابتن حسام ابراهيم، ازاي اصلا جات لكم الفكره وعرفتوا تقنعوهم رغم ان كان في الوقت ده كان لسه الانتقال من الزمالك والاهلي ده كانت قصه يعني شبه مستحيله؟ يعني هو ببساطه جديده في صحفي صديق يعني اعلامي كبير يعني، قلت له لا مفيش مانع، قال لي يعني ممكن تاخدهم في النادي؟ قلت له طبعا. فهو كان الفتره دي حصل خلاف بينهم وبين اداره النادي، فانا برضو كان كابتن صالح الفتره دي رحمه الله عليه، كابتن صالح سليم، فانا بعت اطلبهم رسمي يعني بشكل رسمي. بعت للنادي الاهلي؟ والرد كان ايه؟ كابتن صالح راجل تحديد كان قاعد في نادي الجزيره. فاكس رسمي يعني؟ لا من غير فاكس، تليفون رسمي. كلام شخصي شخص وسيط يعني. فقال ما معناه، انا عرضت مبلغ مش كبير يعني ساعتها. فقال لا ليه مبلغ ياخدوه. احنا خدنا موافقه كمان النادي الاهلي مش رافض. تمت كل الامور بشكل طيب. طيب الموضوع فيه شقين، شق فيه حقيقه وشق ربما التبس الامر عند الدكتور كمال او الوسيط اللي نقل الكلام للدكتور كمال، لانه بيقول لك كان وسيطه في نادي الجزيره وبعد ما قال رسمي، رسمي يعني في مخاطبات، ده ما حصلش طبعا، لكن رسمي ان في حد كلم الكابتن صالح وقعد في نادي الجزيره. رسمي ودي يعني؟ رسمي ودي. طبعا هو الكلام ده ما ينفعش يتقال بالطريقه دي، لان في اختلاط في الامر لسبب بسيط جدا، ان النادي الاهلي ما كانوش دعوه بيهم، ده كان انتقال حر، عقدهم كان خلص وهم تعاقدوا في تركيا. وزميلك هو الصحفي المهم، ايوه الاستاذ جمال العاصي صديقك وصديقي، اي هو اللي عرض هذه الصفقه على الدكتور كمال بعد ما سافروا تركيا. يعني هو حكى لي القصه صديقنا العزيز جمال العاصي، وقال كانوا وقتها لما طلبتهم على التليفون كان في الفيري بوت ماشيين عشان يوصلوا، هو من البلد اللي هم نزلوا فيها في المطار بيركبوا الفيري بوت ده، عابر للبحيره او عابر للبحر او عابر للقناه عشان يوصل الضفه الثانيه، وكان في انتظاره المندوبين النادي الاخر اللي هو تعاقدوا عليه هيلعب في تركيا خلاص. قدر يقنعهم، قال لهم ارجعوا، رجعوا من تركيا على الزمالك. النادي الاهلي ملوش دور، لكن ربما برضه عشان الرسم الودي، الرسم الودي ان يكون واحد بيقول للكابتن صالح ما تدينا، قال له لما الزمالك ما قدمش عرض ولا دفع فلوس، ما فيش عرض، لانه كان هيتقال لهم احنا مالنا، صحيح لان كان عدو خير، انما ممكن كابتن صالح يبدي دهشته فعلا ويقول له واحنا مالنا، ما هم فري. ده همنا الوقت، ده كانت نهايه الحلقه وتوضيح ما تم بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكل الترتيبات الخاصة بالسادة المرشحين ابتداء من غد إن شاء الله. هنسعد أن نكون معكم يوميا، وحتى انعقاد الجمعية العمومية في 25 و 26 نوفمبر يوميا الأهلي ينتخب، عرض لأفكار كل السادة المرشحين في تجربة ديمقراطية يثري الأهلي بيها دوره الوطني الكبير وتعزيز قيم النادي الأهلي وحقوق المنافسة الشريفة. يوميا الأهلي ينتخب من 10 وحتى 11:30 مساء. ربما ده يخلينا ما نكفش بعض شوية. طبعا ممكن لو التوقيت ده ظبط في توقيتية البرنامج تأثر على الخريطة. طبعا هنقشك ونتنكف بره الهواء بقى. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله. صباح الخير.